تهنئة جميلة ورقيقة من أحد صناع الفرحة، كابتن القدير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي ويشيد بجهود الجهاز الفني واللاعبين. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة والتحية لأعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه في كل مكان بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 في تاريخ النادي، وخاصة جماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصار كبير للأهلوية والرياضة المصرية. وأشاد كابتن محمود الخطيب بجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة، وقال إن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير، خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية. وأشار إلى أن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسؤوليات مضاعفة في الفترة القادمة تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات.